مرحبا بكم مجددا. هذا الدرس نتكلم عن السيمبوليك ايو فيلد والجرافيك ايو فيلد. هذا عبارة عن ليست، يعني لا يخوفك الاسم، هو مجرد ليست انت تختار شيء اللي تريده ويتنفذ هذا الشيء مربوط بتاج معين. فسيمبوليك ايو فيلد اللي هو هذا كأنما ليست، اوكي، تختار من عنده زين، ويمكن بالفيجوال يسموه كومبو بوكس او هيك شيء. هو نفس العمل اذا مشتغل فيجوال بيسك. وعندك الجرافيك ايو فيلد، انا راح اشرح لكم واحد منهم، هم نفس مبدا العمل بالضبط. هذا تخلي له تكست ومن عنده تختار، وهذا تخلي له جرافيك ومن عنده تختار الجرافيك اللي يعجبك. فراح اشرح التكست وهم قلت لك نفس الشيء، انت ممكن تنفذهم وتشوف. فعندك السيمبوليك ايو فيلد او هاي الليسته، لست وين تروح؟ تروح على التكست عند جرافيك ليست. زين، هنا راح تقدر تخليه تضيف التكست اللي انت تريده او تضيف الجرافيك اللي انت تريده. زين، اني اول شيء حتى اوفر له تاج الوحده ما له علاقه بباقي التاجات، راح اضيف له، نروح للتاجز، اضيف له تاج جديد اسويه ليست 1. زين، وخليه انترنال وخليه انتجر. زين، هذا الليست 1 مالتي. زين، اروح للمين، ارجع هذا اربطه بالليست 1، اربطته بالليست 1 اللي هو يهوه اللي هو السيمبوليك ايو فيلد. زين، بعد تروح بالفولدر تكست اند جرافيكس، انزل باقي الفولدرات. زين، دبل كليك على التكست ليست، راح يفتح لك نافذة جديدة هي التكست ليست. دبل كليك على أول سطر أو أول صف، راح يقول لك تكست ليست 1. في الأسفل من عنده راح يطلع لك الليست، يعني محتويات هذا الليست. أوكي، فأنا سويت هذا الليست 1، تكست ليست 1، ورينج تقدر تخليه في رينج معين. زين، أنا راح أخليه رينج فري. وتقدر هنا هذا الخط الاخضر يقول لك هذا تابع للليست ليست 1، اذا اضفت بعد ليست هذا تابع هاي المكونات تابع ليست 2. فاحنا الليست 1 تقدر تضيف له محتويات. اوكي، 0 1 2 3 فرضا بهالشيء، وكل واحد تخلي له فد انتري معين. فرضا هذا الصفر الاوف اوف، وهنا عندك ال1 راح يصير اوتو، وعندك مانيوال. زين، وهنا عندك اوف اوتو مانيوال، هنا نو انتري. زين، فمثلا عندك مدخلات حسب الفاليو اي. هنا عندك كل سلكتينج يعطيك فد يعطيك فد انتري معين. هذا خلي 0 0 1 2 3. اوكي، زين، نسوي له سيفينج. زين، هسه اروح على السكرين مالتي، هذا التكست، هذا منين ضفته؟ ضفته من الليست 1. اوكي، هذا اذا تريد الابيرنس، انا ما اريد الابيرنس، انا اللي يهمني هو انه اتحكم بقيم معينه. اروح على الجنرال، شو تريد نوعها؟ انبوت اوتبوت. اوكي، ايضا نفس شغله وانا اخذناها في الايو فيلد. اوكي، راح اخلي انبوت اوتبوت حتى اقدر ادخل من الدقيم. وعندك التكست ليست، التكست ليست سويناه، هذا التكست ليست. اوكي، تختاره اللي هو بي، شوف طلع لك الانيشال 0، طلع لك اوف، نمبر اوف فيزبل ايتم اللي هن قد 3 ايتم، والتاج، شوف اكو تاج، اكو بروسيس بي، واكو ديسبلاي. الديسبلاي انت تمليه، بينما البروسيس
البروسيس هو التاج اللي راح ينطيك هذه او راح يغير لك من هذه القيم. زين احنا هذا عليها تاج ربطناه تاج 2 اوكي، هذا ابدا اسويه للسلكتر يعني اوكي. راح اخليه تبعتي على جنرال انترنال تاج 2. زين فصاروا اثنيناتهم يعني مربوطين بنفس التاج، ولكن هنا يعطيك الستيت مكان ما تخلي ثلاثة تيكس، واحد تخليه للأوف، واحد تخليه للأوتو، واحد للمانيوال. هنا صار عندك هو التكست نفسه راح يعطيك هذه المواصفات. زين خلينا نسوي له سيموليشن اوكي. هسه الانيشال زيرو اوكي، فيعطيك اوف. ممكن نخليه اوتو، ممكن تخليه مانيوال، او نو انتري. نو انتري ايضا تقدر تحط له فد شكل هنا، فد انيميشن حتى يبين زين. او اذا اجى المشغل وغير من السلكتر، اذا هاردوير، هذا اذا سوفت وير تسويه بهالشكل هذا اوكي. هذا ماكو امكانيه ان تسويه هاردوير لانه ارتبط بالسكرين مالتك، ممكن تغيره من السكرين زين. بعد تقدر للانالوج انت بعد حر يعني تقدر تخلي اي قيم تعجبك اوكي. زين هسه قاعد يشتغل انبوت، احنا خليناه انبوت اوتبوت، اني اريد اسوي اوتبوت، فراح انطي قيمة اللي هي internal tag 2 tag 1 tag 2. راح انطي قيمة، فرضا انطي 2، هنا ايش راح يصير؟ هو راح يصير اوتبوت 2، انطي 1 صار اوتو. شوف هنا بين لك الوضع الموجود، نعطي صفر اوكي، فصار هنا اوتبوت. من تختار انت ايش راح يصير؟ راح يصير انبوت. فهنا شنو اشتغل؟ اشتغل عندك انبوت اوتبوت اوكي. بعد نلغي، اعتقد صار واضح. زين ايضا هذا الشيء مفيد وحلو، انت تذكر دائما بانه لازم تملي التكست ليست مالتك حسب اللي تريده، واذا الجرافيك ايضا راح تضيف جرافيك باللي يعجبك يعني اوكي. هنا تضيف الجرافيك اللي يعجبك بالضبط، نفس العملية ونفس الشيء. زين فلحد هنا اشكر متابعتكم.